مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة أخرى من حلقات سؤال جريء. حلقة الليلة بعنوان المغاربة المسيحيون وإعلان مراكش. انعقد في الأسبوع الماضي مؤتمر في مدينة مراكش المغربية بمبادرة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحت الرعاية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب. هذا المؤتمر انعقد لمناقشة حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية، وحضرت المؤتمر شخصيات كثيرة من بلدان مختلفة. وسائل الإعلام احتفلت بهذا الحدث واعتبرته حدثا متميزا، بل إن الرئيس أوباما نفسه ذكر المؤتمر على أساس أنه بادرة جيدة لحماية الأقليات الدينية في البلدان التي فيها أغلبية مسلمة. في هذه الحلقة سنحلل إعلان مراكش. ما هي المرجعيات التي انطلق منها؟ هل إعلان مراكش مبادرة جديدة؟ أم هو محاولة لتجميل القديم؟ هل إعلان مراكش يرقى لتطلعات الأقليات الدينية؟ هل إعلان مراكش يحمي حقوق المغاربة الذين اعتنقوا أديان أخرى غير الإسلام؟ أو صاروا لا دينيين أو ملحدين؟ أو بالأخص الذين اعتنقوا المسيحية؟ أم أن إعلان مراكش المقصود به فقط الجاليات اليهودية والمسيحية التي تعيش في المغرب والتي لها أصلا جنسيات أخرى تحميها أكثر من أي إعلان كان؟ لماذا جاء إعلان مراكش الآن في هذه الظرفية بالذات؟ هل لحماية الأقليات الدينية أم لحماية الإسلام؟ من حقنا أن نتساءل، من حقنا أن نحلل، خصوصا طرح الأسئلة الجريئة، وهذا ما سنفعله في حلقة الليلة من سؤال جريء. سيكون معنا أيضا على الهاتف، نأمل أن يكون معنا الحقوقي والناشط الأمازيغي الأستاذ أحمد عصيد. إذن عنوان الحلقة المغاربة المسيحيون وإعلان مراكش، وهنا نرى في الصورة السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، وكما ترون على الصورة إعلان مراكش وأيضا مؤتمر يحمل عنوان حقوق الأقلية الدينية في الديار الإسلامية، الإطار الشرعي والدعوة إلى المبادرة. عنوان المؤتمر الأقليات الدينية في الديار الإسلامية، الإطار الشرعي الذي يؤطر حقوقهم، والدعوة إلى المبادرة، دعوة المجتمعات أو القيادات الإسلامية إلى اتخاذ مبادرة لحماية الأقليات الدينية في الديار الإسلامية. طبعا قبل أن أبدأ سأعرض تقرير للتلفزيون المغربي الذي غطى الحدث حتى يكون هو الانطلاقة لنناقش محتويات المؤتمر. نشوف التقرير. انطلقت اليوم بمراكش أشغال مؤتمر حول الأقليات الدينية في الديار الإسلامية، الإطار الشرعي والدعوة إلى المبادرة، بمشاركة العديد من الشخصيات منهم وزراء وعلماء وباحثون وممثلون للديانات المعنية بقضية وضع الأقليات في الديار الإسلامية، بالإضافة إلى منظمات دولية. وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر المقام تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله بالرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في هذا الملتقى، والتي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد توفيق. شهاب زريو، عثمان تازي، وفؤاد حرش. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس على أهمية التعريف بالقيم الصحيحة للأديان والسعي إلى تفعيل هذه القيم من أجل السلم والتضامن لخير البشرية جمعاء،
واعتبر جلالة الملك أن الحضور الوازن لفعاليات دولية ومسؤولين وأصحاب القرار وشخصيات تمثل مختلف المواقع والمؤسسات الدينية والمفكرين والإعلاميين من شأنه إنجاح هذا الملتقى في تجليه الحقيقة وتبديد الأفكار الخاطئة، منوها بجهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأيضا بإسهامات منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة. إذن هذا تقرير، جزء من تقرير التلفزيون المغربي للمؤتمر. دعوني في الأول أقول أن المؤتمر في حد ذاته بادرة إيجابية، لكن في حالة معينة. لو كان فعلا هدف المؤتمر حماية أو إيجاد اجتهاد جديد لحماية الأقليات الدينية في البلدان الإسلامية، سيكون بادرة جيدة فعلا ومبادرة تستحق التنويه. المشكلة إذا كان المؤتمر فقط يؤصل للقديم ل14 قرنا يحاول أن يجملها، إذن هذه ليست مبادرة، هذه فقط تجميل القديم. شيء آخر، إذا كانت هذه المبادرة فقط لتجميل صورة الإسلام أمام الإعلام الغربي، خصوصا أنه ترجم الإعلان و تم تمريره للصحافة الغربية، إذا كان الهدف منه هو بيع صورة إيجابية للغرب وما يحصل في بلداننا هو ما يحصل دائما، إذن لا حاجة لهذه المؤتمرات، بل هي تزيد الطين بلة لأنها تغش وتخدع العالم. إذا كان نحن نفترض، يعني هذه افتراضات، لكن في حالة أنه كان فعلا يناقش حقوق الأقليات ويحاول أن يجد لها أرضية، إذن الجميع ينبغي أن يصفق لهذه المبادرة. دعوني أبدأ بمضامين رسالة ملكية بعثها ملك المغرب للمشاركين في المؤتمر، وهذه مقتطفات من الرسالة التي سأعلق عليها. تقول الرسالة الملكية: إننا في المملكة المغربية لا نرى مبررا لهضم أي حقوق من حقوق الأقليات الدينية. جيد، شيء جيد جدا أنه الملك، ملك المغرب، يرى أنه لا يوجد مبرر لهضم أي حق من حقوق الأقليات الدينية. لكن هنا نتساءل من المقصود بالأقليات الدينية، لأنه في الرسالة الملكية لم تتم الإشارة قط إلى المتحولين دينيين الذين تركوا الإسلام وتبعوا عقائد أخرى، بل أكاد أجزم حتى مثلا الذين تحولوا من مذاهب إسلامية إلى مذاهب أخرى، لم تتم الإشارة إلى مثلا البهائيين أو حتى وسط الإسلام إلى الشيعة. كل هذه الأمور لم تتم الإشارة إليها. ثم تقول الرسالة: ولا نقبل أن يقع ذلك بالإسلام. فأنا أتساءل عن معنى الأقليات الدينية في الرسالة الملكية. ثم تقول الرسالة: إننا بوصفنا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين نضع على عاتقنا حماية حقوق المسلمين وغير المسلمين. شيء جيد جدا، لكن غير المسلمين هل المقصود بها أيضا، هل يدخل فيها الذين تركوا الإسلام وصاروا من أتباع ديانات أخرى أو صاروا ملحدين أو لدينيين، أم يقصد الجاليات الفرنسية والجاليات الإنجليزية والجاليات السنغالية والجاليات التي أصلا يوجد من بين أعضائها من هم غير مسلمين؟ هناك فرنسيون يقيمون في المغرب ويذهبون للكنيسة، هل هذا ما تتحدث عنه الرسالة؟ ثم يقول: على عاتقنا حماية حقوق المسلمين وغير المسلمين على السواء، نحمي حقوقهم كمتدينين بمقتدى المبادئ المرجعية الثابتة. خلوا بالكم من المبادئ المرجعية الثابتة، لأننا سنناقش المبادئ المرجعية التي اعتمد عليها البيان. تقول الرسالة التي أشرنا إليها: ونحميهم كمواطنين بمقتدى الدستور. شيء جيد أن يتم حماية المواطنين من غير المسلمين بمقتدى الدستور، ولا نجد في ذلك فرقا بحسب المقاصد والغايات. نحن لازلنا في الرسالة الملكية. تقول الرسالة: وعلى هذا النهج، هنا التفاصيل، نسير في تمكين المسيحيين المقيمين
بمعنى الفرنسي والإنجليزي والأمريكي والكندي وهذا تمكين المسيحي المقيم وحتى اللي جايين من أفريقيا، لأن عندنا هجرة الآن من أفريقيا من المسيحيين أيضا، في تمكين المسيحيين المقيمين إقامة قانونية بالمغرب لا تتحدث عن المسيحيين المغاربة إطلاقا من أداء واجباتهم الدينية بمختلف طوائفهم وكنائسهم المتعددة. ماذا عن المتحولين دينيا؟ ماذا عن شخص ترك الإسلام وصار مسيحي؟ هذا لا حق له ولا وجود له في هذه الرسالة. كما نعمل على تمتيع المغاربة اليهود بالحقوق نفسها المخولة المسلمين بالدستور. يتحدث عن اليهود مع العلم أن اليهود الآن بضع مئات في المغرب، بخلاف ما يعتقد الكثيرون، يعتقدون أنه الآن هناك جالية أو هناك يهود مغاربة بكثرة داخل المغرب، غير صحيح. الآن يعدون ببضع مئات، بضع مئات، يعني ممكن يكونوا في حدود 300، في حدود 200، في حدود حتى 400 لو ذهبنا مع، خلينا نمشي نبالغ 600 مثلا، 600. فاليهود المغاربة يعني هو مصطلح كبير، لكن المقصود به بضع مئات، بضع مئات. فإذا نتحدث عن بضع مئات ونغفل الآلاف من الذين صاروا مسيحيين، والآلاف من الملحدين، والآلاف من اللادينيين، هذا لا ذكر لهم. نتحدث فقط عن شريحة معينة. ثم تستمر الرسالة، فهم ينخرطون في الأحزاب ويشاركون في الانتخابات، يعني اليهود، ويؤسسون الجمعيات ويقومون بأدوار مشهودة في النشاط الاقتصادي، فلهم وجود في الاستشارة والسفارة لجلالتنا، ولهم داخل مجتمعنا مشاعر عميقة مشتركة ما يزال يحملها حتى أبناء الجيل الثاني من اليهود الذين هاجروا إلى مختلف بلدان العالم. سأخصص فقرة خاصة من حلقة الليلة لأسطورة العيش المشترك السلمي ليهود المغرب مع مسلمي المغرب على مر التاريخ. هناك أسطورة أنا كنت أصدقها أيضا، لكن الدراسة تجعلك تغير مفاهيمك. هناك كتب كثيرة لا يتم تدريسها لنا، كل ما تم تدريسه أنه اليهود عاشوا أزهى عصورهم وأبهاها في المغرب، وطبعا هذه أسطورة في كل العالم الإسلامي لم يحصل هذا. هذه أسطورة يتم ترويج لها لأهداف معينة سأناقشها في حال، لكن الآن أتحدث عن فقط تمكين المسيحيين المقيمين واليهود من ممارسة شعائرهم. ثم تقول الرسالة تعتمد على بعض المرجعيات سنناقشها في حينه، لكن الآن معي الأستاذ أحمد عصيد الناشط الحقوقي الأمازيغي الذي كان لي شرف استضافته في حلقات سابقة. أهلا بك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد هل تسمعني؟ أعتقد عندنا مشكلة. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. لا أدري هل سمعتني من بداية الحلقة أم لم تسمعني إلى الآن. إذا لم أسمع بداية الحلقة ولكن نعم. سمعت الكلام الأخير. نعم. أنا أتحدث عن أولا ما تعليقك على لقاء مراكش الذي تم تنظيمه تحت عنوان الأقليات الدينية في الديار الإسلامية، الإطار الشرعي والدعوة المبادرة، يعني بصفة عامة. بصفة عامة هذا اللقاء له جوانب إيجابية وله جوانب سلبية ما زالت بحاجة إلى تعميق النظر وإلى مزيد من الشجاعة، وأيضا يعني القدر من الموضوعية والوضوح والواقعية. فمن الناحية الإيجابية شيء جيد أن يعقد يعني فقهاء ومفكرون من دول إسلامية لقاء من أجل تدارس وضعية الأقليات الدينية على أنها مظلومة في بلاد المسلمين. وهذا في حد ذاته اعتراف هام بأن هناك مشكل أقليات في البلدان الإسلامية، وأنه لا بد من إنصافها ولا بد من أن تتمتع بحقوقها كاملة
في هذه البلدان. هذه الفكرة هي مهمة، وبطبيعة الحال نعتبر أن كل النقاش الذي دار والذي تبعناه عن كتب كان يصب في اتجاه إنصاف الأقليات الدينية على أنها تتعرض لخطر الاعتداء والكراهية والانتقام داخل بلدان. لكن هل هو أستاذ أحمد، هل هو اعتراف بالأخطاء اللي حصلت على مر التاريخ الإسلامي، أم هو فقط إلقاء باللوم؟ لأن الناس اتحللت الرسالة أيضا ووجدت فقط إلقاء اللوم على بعض الجماعات مثل داعش مثلا، لكن هو تبرئة لباقي المجتمعات الإسلامية عبر التاريخ. هذا هو نقطة ضعف اللقاء هذا، بحيث أنه لم ينعقد من أجل تغيير النظرة نحو الأقليات الدينية، ولم ينعقد من أجل الاعتذار لها عن الماضي الانتهاكات الجسيمة السابق، ولم ينعقد من أجل الاعتراف بالأخطاء، بل انعقد فقط من أجل هدف واحد، هو اعتبار أن الإسلام كدين ليس مسؤولا عما يحدث للأقليات، وأن المسؤول هو الإرهاب الدولي والداعش وغير ذلك من التيارات المتطرفة. وأعتقد أن هذا يطرح مشكلا حقيقيا، لأنه في اعتقادي ينبغي الانطلاق أولا من أن الوضعية، وضعية الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، هي وضعية قبل داعش وقبل الإرهاب، يعني تعيش مشاكل تعود إلى المرجعية الدينية وإلى النظرة إلى هذه الأقليات وإلى شرعيات التعامل معها التي تكرست عبر أزيد من 1400 سنة. تكرس أسلوب من التعامل وتكرست شرعيات قانونية في التعامل تحت ما سمي بأحكام أهل الذمة، والتي يمكن للقارئ أن يطلع عليها في كتاب ابن القيم الجوزية الذي يحمل هذا العنوان، وأن يطلع عليها كذلك في يعني الكثير من الوثائق، ومنها العهدة العمرية التي وقعها الخليفة عمر بن الخطاب مع مسيحي القدس. فهذه المرجعيات رسخت أسلوبا وسياسة في التعامل قانوني داخل الدولة الإسلامية، يعتبرهم أهل ذمة، أي أنهم يعيشون تحت ذمة الإسلام والمسلمين، ولكن تم تمييزهم بأشياء كثيرة هي اليوم تعتبر من قبيل التمييز الذي هو عنصري وغير إيجابي بالنسبة للإنسان من حيث هو إنسان، وبالنسبة أيضا لاحترام الديانة. إذن هناك تضخم في الخطاب لدى المسلمين حول عدالة التعامل الإسلامي مع أهل الذمة ومع المسيحيين واليهود، هناك تضخم في هذا الخطاب، ولكن على مستوى الواقع والتاريخ والحقيقة والمرجعيات القانونية المعتمدة كان هناك يعني معاناة حقيقية. وأنا شخصيا اعتبرت أن هذا اللقاء في مراكش كان ينبغي أن يذكر هذا التاريخ في موضوعية، ثم يقول إنه الآن تاريخ طويت صفحته، وأنه لا مجال للعودة إليه إلى غير ذلك، ولكن هذا لم يتم. للأسف الآن عندي نقطة أخرى، سأعرض مقطع من الرسالة الملكية التي تلاها أحمد توفيق وزير الأوقاف الشؤون الإسلامية، ثم بعدها نعلق على بعض مضامين الرسالة. نشوف هذا المقطع. إننا في المملكة المغربية لا نرى مبررا لهضم أي حق من حقوق الأقليات الدينية، ولا نقبل أن يقع ذلك باسم الإسلام، ولا نرضاه لأحد من المسلمين. ونحن في اقتناعنا هذا إنما نستلهم الفهم الصحيح لمبادئ الدين، كما نستلهم تراثنا الحضاري وتاريخ هذه المملكة العريقة في التعامل النبيل بين المسلمين
وبين غيره من أتباع الديانات. وأوضح صاحب الجلالة أن المملكة المغربية تعتمد على القرآن الكريم كمرجع أول في تكريم الله للإنسان كإنسان، حيث اقتضت مشيئته عز وجل أن يخلق الناس مختلفين في أديانهم على نحو ما هم مختلفون في ألوانهم ولغاتهم وأعراقهم. كما أن القرآن الكريم أفاد في ذكر أهل الكتاب وأمر بالعدل معهم في كل المواقف ونبذ الكراهية، ولم يشرع الجهاد إلا للدفاع عن النفس والحرمات عند الضرورة وليس لحمل الناس على الإسلام. أما المرجع الثاني يضيف جلالة الملك فهو سنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي أوصى خيرا باليهود والنصارى ودعا إلى حقن دماء الرهبان والعباد وأسس أحكام المعاهدات، مما خلق أوضاع تعايش الإسلام مع الأديان الأخرى، وأكد أن حالة السلم والأمان في نظر الإسلام هي الأصل في التعامل مع الأديان. ومن هذين الأصلين القرآن والسنة استنبط المسلمون نظام الشريعة التي أطرت أحكامها تصرفات المسلمين مع غيرهم من أهل الأديان. وعلى أساس هذه الأحكام تمتعت الأقليات الدينية في الدولة الإسلامية على نطاق واسع بالحقوق وحماية الأنفس والأعراض، وتمتعت على الخصوص بحق ممارسة الدين وما يتبع ذلك من ممارسة طقوسهم والعمل بمقتضيات شرائعهم. كل ذلك كان تفعيلا لما يقرره الإسلام من المساواة بين المسلم وغيره وغير المسلم في صيانة حرمات الأنفس والأموال. إذا أستاذ أحمد عصيد، سمعت وأنا متأكد أنك قرأت مضامين الرسالة بالتفصيل. أنا عندي تعليق في الأول، يعني الرسالة ذكرت حقوق الأقليات الدينية أو نضع على عاتقنا حماية حقوق المسلمين غير المسلمين، لكن في نفس الإطار تحدثت عن المسيحيين المقيمين إقامة قانونية، وتحدثت عن اليهود وهم بضع مئات، لكن أغفلت المتحولين دينيا أو الذين صاروا لا دينيين أو الملحدين، وأخص بالذكر المسيحيين المغاربة الذين تم تغييبهم من الرسالة بالكل وهم بالآلاف في المغرب. نعم، قبل الحديث عن هذا الموضوع لا بد أن أشير إلى أن الرسالة أشارت إلى أن الأقليات الدينية لم يكن لها مشكل في بلدان المسلمين، وأن التعامل كان تعاملا مثاليا. هذا بالطبع يعني أعتقد أنه لم يحل على التاريخ ولم يحل بشكل موضوعي على ما حدث بالفعل، ولكن يمكن أن يدخل في إطار البلاغة التي تهدف إلى تعظيم الدين أكثر مما تهدف إلى وصف حالة واقعية، لأن الحالة الواقعية يمكن أن نقول فيها بموضوعية بأن اليهود والمسيحيين في المغرب ربما لم يضطهدوا بمثل ما اضطهدوا به مثلا في بعض بلدان المشرق، كما أن اليهود لم يحدث لهم في المغرب ما حدث لهم في إسبانيا مثلا، حيث كانت تفتح بطونهم بحثا عن اللآلئ والجواهر التي كان يعتقد أنهم يبتلعونها. لكن لا يجوز القول بأنهم عاشوا في المغرب يعني في بحبوحة من العيش وفي وضعية يعني جيدة بإطلاق، لأنه كان هناك مراحل يعني كان فيها تمييز واضح ضد اليهود في المرحلة الموحدية، تم اضطهادهم في كثير من مناطق، وحتى منذ عهد الأدارسة، منذ عهد إدريس الأول. قبل الموحدين حدثت أشياء كثيرة من هذه القبيل، وحتى الدولة العلوية يعني هناك بعض الإيجابيات، أن السلطان يتدخل في بعض الأحيان لحماية اليهود عندما تكون هناك مجاعة أو غير ذلك، حيث يهجم الناس على الملاح باعتقاد أنه فيه عسل وسمن وخيرات وغير ذلك. فبعض الأمور الإيجابية تسجل داخل المغرب، ولكن هذا لا ينفي بأن ثقافة الكراهية كانت موجودة وينظر لها فقهاء الدين. مثلا سأعطيك مثال، وجدنا أجدادنا نحن في سوس في مناطق جنوب المغرب، حيث توجد المدارس القرآنية بكثرة
الثقافة الفقهية التقليدية بكثرة، وجدناهم من تقاليدهم أن يبصقوا عندما يمر اليهودي. نعم. إذا مر يهودي عليك أن تبصق. نعم. ووجدت أيضا حديثا لأجدادنا عن أن اليهودي كان ممنوعا من لبس الحداء. نعم. في بعض المناطق. صحيح. حيث يمنع يقال له أن يتمشى حافيا تمييزا له عن المسلمين. صحيح. أنا سأقرأ بعض النصوص عندما آتي إلى وضعية اليهود في المغرب، والتي لسبب ما صارت مثل الأسطورة، تم أسطرت هذا الموضوع، في حين أنه لو قرأت كتابات يهودية نفسها يعني من شهادات عبر التاريخ وفي وثائق لوجدت أنه العكس كان صحيحا، لكن على العموم ليست هي النقطة الآن. نعم. أنا أعطيك فقط أعطيك مؤشر تاريخي واحد وهو دليل واضح. لو كان اليهود يعيشون في المغرب في سعادة وفي مساواة مع غيرهم لما تم تهجير 300,000 منهم في الستينيات من القرن الماضي. نعم. لماذا قبل اليهود أن يهجروا وأن يهربوا؟ نعم. لأن المعاملة لم تكن معاملة حسنة. صحيح. ولدي من الوثائق والنصوص ما يدل على ذلك. نعم. لو كان اليهود يشعرون فعلا بأن المغرب بلدهم وأنهم مثل غيرهم لما قبلوا أن يهجروا إلى إسرائيل ولا إلى أي بلد آخر. ولحد الآن كان ينشر في بعض الجرائد. نعم. استقلال مثلا. نعم. حزب الاستقلال مثلا. نعم. جريدة العالم كانت تنشر أشياء يعني ضد اليهود المغاربة ومميزة لهم، وكانت تدعوهم إلى الدخول إلى الإسلام. صحيح. ولكي يحصل اليهود على جوازات سفر، لأنهم كانوا ممنوعين منها في ذلك الوقت بفتوى من الزعيم علي الفاسي. نعم. كانوا يتظاهرون بالدخول في الإسلام وليحصلوا على جواز سفر، وكانت جريدة العالم تنشر صورهم في الصفحة الأولى وتقول هؤلاء اليهود دخلوا إلى الإسلام. يعني هذه ليست من مظاهر التسامح. على كل حال. نعم. ينبغي أن نقول أنه كان هناك تسامح نسبي، ولكن كان هناك أيضا ميز وتحقير، وكانت له مرجعية دينية عند الفقهاء، حيث كانوا يعتبرون ويا للأسف بأن اليهود خانوا النبي محمد وغدروا به فينتقمون منهم لهذا السبب. نعم. فالفقهاء كانوا يروجون هذا عند العامة، فينظرون إلى اليهود على أنه شخص غدار وخان وغدر بالنبي ولحد الآن عندما يتحدث المغربي ويأتي في خلال كلامه ذكر اليهودي يقول هذا واحد اليهودي حاشاك، هذا واحد اليهودي حاشاك. نعم. نعم. هذا من ترصدات ثقافة الميز السابقة. أما فيما يخص الحديث في الرسالة الملكية عن المسيحيين المقيمين، فبالطبع هذا شيء مؤسف. كنت أتمنى لو أن رئيس الدولة في المغرب الملك محمد السادس لو أنه أشار ولو إشارة عابرة إلى أن المغرب يحترم حرية المعتقد، وأنه يعتبر أن الإسلام هو دين حرية المعتقد، وأنه بموجب ذلك لا تتدخل الدولة في اختيارات الأفراد الحرة بأن يختاروا الديانة التي يريدون. أعتقد أن هذا يعني شيء ضروري الآن في بلدنا. وأما الحديث عن المسيحيين المقيمين دون الإشارة إلى المسيحيين المغاربة الذين اعتنقوا هذا الدين المسيحي يعني باختيارهم وبحريتهم، فهذا معناه أن الدولة لا تدخلهم في اعتبارها. هل هذا تجاهل عن قصد وعن عمد، خصوصا أن الدولة عندها وثائق وتعرف من خلال المخابرات أن عدد المغاربة المسيحيين أكثر من عدد اليهود المغاربة، يعني على الأقل يعني. عدد يعني من المرجح الآن أن عدد المغاربة الذين اعتنقوا المسيحية هم أكثر بكثير من 3,000 أو 3,500 يهودي الموجودين في المغرب. نعم. ولكن 3,000 بين قوسين 3,500 هذا من سنوات، أنا قرأت آخر الإحصائيات تعدهم ببضع مئات في المغرب. نعم، أعتقد أن العدد فعلا قد تدنى في السنة الأخيرة،
وبالطبع هناك تخوف نعم. يسود العديد من المجتمعات شمال افريقيا والشرق الاوسط من عدم استقرار الاوضاع او وجود انتقام من اليهود او غير ذلك من هذا القبيل. نعم. لكن المغرب الان كبلد مستقر وكبلد له تجربة ديمقراطية متميزة، تجربة انتقال نحو الديمقراطية، يمكن أن يكون إطارا مرجعيا في اعتقادي لو أنه سبق الآن في شمال إفريقيا إلى إعلان حرية المعتقد واحترام المواطنين واختياراتهم الدينية وعدم محاكمة من يغير دينه وعدم السماح كذلك للمتطرفين أو الفقهاء المتشددين لأن يورد الأحكام القديمة التي لها سياق تاريخي لم يعد موجودا وهي حكم الردة الذي كان يربط العقيدة بالولاء السياسي. نعم. الآن الولاء السياسي للدولة لم يعد يرتبط بالعقيدة. صحيح. المسيحي المغربي يمكن أن يبقى على ولائه القوي للدولة. صحيح. ويدافع عن مصالحه ويمثلها في المنتظم بدون شك وهو مسيحي مثل نعم. اليهودي تماما يعني نعم. السيد أندري أزولاي يمثل المغرب في محافل مهمة وكذا ويدافع عن مصالح المغرب الاقتصادية وهو يهودي ولا ينظر إليه على أنه سيغير ولاءه لأنه ليس مسلما. نعم. الولاء للدولة في عصرنا لم يعد ولاء دينيا بل ولاء للوطنية والانتماء إلى الأرض. نعم. وأرى بأن على المغرب أن يعني تكون لديه الشجاعة لكي يخطو هذه الخطوة لأنه الاستمرار في التجاهل وفي عدم الاعتراف بوجود فئة مهمة من المغاربة هذا ليس شيئا مشرفا للتجربة المغربية الديمقراطية حاليا. نعم. يعني عندما نتحدث عن المرجعيات التي اعتمدت عليها الرسالة الملكية أيضا وجدت أنه ذكرت الرسالة المرجع الأول وأنا أقرأ هنا والنص أمام المشاهد. فالمرجع الأول للمبادئ التي نلتزم بها في هذا الموضوع هو القرآن الكريم الذي يعلن عن تكريم الله للإنسان من حيث هو إنسان، وقد أفاض القرآن في ذكر أهل الكتاب ذكرا أوجب على المسلمين الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين. يعني وكأنه المسلمين عاملين يعني خير في المسيحيين واليهود أنه آمنوا بأنبياء ومرسلين بني إسرائيل وتعظيم مقاماتهم، ودعا في الوقت نفسه إلى عدم استفزاز أهل الكتاب وأن لا يجادلهم المسلمون إلا بالتي هي أحسن. ثم أنا يعني أتساءل أستاذ أحمد عصيد، إذا كان المرجع هو وسأتي إلى السنة، المرجع الأول هو القرآن، وأنا كمسيحي بطبيعة الحال أرفض أن يكون مرجع ضمان حقوقي دين لا أؤمن به أو نصوص دينية لا أؤمن بها، لأنه لو كنت أؤمن بعدالتها وأؤمن بأنها تضمن حقوقي وأؤمن بأنها كل هذه الأمور لكنت بقيت فيها. فكيف يعني يقال أنه لماذا لا تكون المرجعية هي حقوق الإنسان الكونية، هي حقوقنا؟ وأعتقد أن نعم تفضل. اعتقد ان توضيح هذا موجود في الكلمه التوجيهيه التي القاها السيد وزير الاوقاف احمد التوفيق. ففي الكلمه التوجيهيه اشار الى ان هدف اللقاء هو تفصيل الصوت. لا اسمع الصوت الان، اعتقد عندنا مشكله في الصوت. سأعود للأستاذ أحمد عصيد في هذه القضية، لكن سأكمل تساؤلي ريثما يعود للأستاذ أحمد عصيد. إذا كان المرجع هو القرآن وعن تكريم الله للإنسان وأنه المسلمين يؤمنون بجميع الأنبياء رغم هذا فيه كلام كثير وقد ناقشته مرات كثيرة، وإلى عدم استفزاز أهل الكتاب، فرضا أنه هذا صحيح، ماذا سنفعل في هذه الآيات؟ وأيضا هي مرجعية قرآنية، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الباطل من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ماذا سنفعل في هذه الآية ومرجعها أيضا القرآن؟ إذا أراد أي شخص أن يتعامل معي طالما أني قبلت مرجعية القرآن وأراد شخص أن يتعامل معي بمنطق هذه الآيات كيف سيكون وضعي؟ أو يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء،
بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذا ماذا سنفعل في هذه الآية؟ إذا كانت مرجعية معاملة الأقليات الدينية هي القرآن فتفضلوا، هناك جانب آخر من القرآن أيضا يتحدث عن إجبار المسيحيين على دفع الجزية وهم صاغرون، إجبار اليهود على دفع الجزية وهم صاغرون. على فكرة هذا تم تطبيقه في تاريخ المغرب الذي نتغنى بأنه أسطورة في العيش المشترك. وأيضا يعني لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أيضا ماذا سنفعل؟ أستاذ أحمد عصيد، أنا كنت أتحدث أنه هناك آيات أخرى مثل آية دفع الجزية في التوبة 29 أو آية المائدة 51 التي تتحدث عن عدم موالاة اليهود والنصارى. إذا كان مرجعنا القرآن ستقع هناك مشاكل. هذا هو بالضبط ما أريد توضيحه، بمعنى كنت انقطع الخط للأسف، كنت أشرح ما هي المشكلة في مثل هذه التصريحات أو العبارات الإيجابية، رغم أنها تهدف إلى شيء إيجابي، لكن لا ينبغي إخفاء الجوانب الأخرى من الموضوع، لأنها تستعمل من طرف المتطرفين. صحيح. عندما يقول شخص ما بهدف يعني إيجابي وهو عدم الإساءة إلى الأقليات الدينية، إذا قال إن القرآن يعني يدعونا إلى المجادلة بالحسنى وإلى احترام أهل الكتاب، فإن هناك نصوص أخرى ينبغي أن تطرح وأن تناقش وأن تؤول حسب ما يراه الناس اليوم أنه إيجابي. أما إذا أخفينا هذه النصوص وأخفينا أكثر من ذلك التشريعات، تشريعات أهل الذمة التي قامت عليها دولة الخلافة عبر تاريخ طويل، فهذا لن يؤدي إلى الأهداف المرجوة التي هي الإيمان بأن الأقلية الدينية لها حقوق وأنها ينبغي أن تحترم. فأنا شخصيا أنزعج من الخطاب الذي يعطي نصف الحقيقة ويخفي النصف الآخر، لأن النصف الآخر هو الذي يتسبب في إجهاض يعني الحلول المقترحة. النصوص الموجودة في القرآن أو الحديث ينبغي التعامل معها اليوم بشجاعة وأن لماذا لا يتم اعتماد مرجعية محايدة مثل مرجعيات حقوق الإنسان؟ ما هو المشكلة لو قلنا أنه سنترك الدين جانبا؟ نحن انطلقنا من وجاهة الرأي الذي اعتمده السيد وزير الأوقاف أحمد توفيق عندما قال إن هدفنا في هذا اللقاء هو التأصيل احترام الأقلية الدينية من داخل المنظومة الإسلامية. طيب نحن نحترم هذا الرأي، ولكن إذا كان هذا هو القصد فينبغي أن يتوفر منظم اللقاء على الشجاعة الكافية لكي يذهبوا أبعد مما وقفوا عنده، وهو أن يظهروا النصوص الإيجابية وأن يتعاملوا أيضا مع النصوص الأخرى وأن يشرحوا السياقات وأن يدعوا المسلمين إلى إنهاء سلوكات معينة على أنها لم يعد لها سياق قائم. المسلمون لا يفهمون هذا. هناك من يقول اليوم للمسلمين كل ما يوجد في الدين ينبغي تطبيقه اليوم. إذن على الدول الإسلامية أن تتحلى بالشجاعة، أن تقول للشعوب الإسلامية هناك أمور في الدين الإسلامي ترتبط بسياقات لم تعد قائمة ولم تعد موجودة. مثل الرقيق مثلا لم يعد يمكن أن نبيع الناس في السوق، إذن كل شرعيات الرق لا يمكن اعتمادها. وكذلك كل ما اعتمد في أحكام أهل الذمة وكل ما ورد في النصوص الدينية بصددهم لم يعد يمكن اليوم العمل به، لأننا اليوم في إطار مفهوم الجنسية، الجنسية المغربية أو الجنسية الجزائرية أو التونسية تعني المواطنة التي تقوم على العيش المشترك على الأرض، الأرض التي تمثل الإطار الجيوسياسي لدولة معينة. هذه هي الفكرة التي وهي بطبيعة الفكرة حديثة وفكرة مرتبطة بمرجعيات حقوق الإنسان، لكن يمكن التأصيل لها من داخل المرجعية الإسلامية، لكن ليس بالشكل الذي تم الاشتغال به في هذا اللقاء والذي وقف عند نصف
المعطيات وغيب معطيات أخرى. نعم، وتقول الرسالة أيضا أما المرجع الثاني لمبادئنا فهو سنة جدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت تطبيقاتها العملية شارحة للقرآن، وفيها أوصى خيرا باليهود والنصارى، ودعا إلى حقن دماء الرهبان والعباد المنقطعين في الصوامع في حالات المواجهة، وأقام معاملات مع اليهود، وأسس أحكام المعاهدات وحماية الكنائس وعدم مضايقة أهلها، وأقر الزواج بالكتابيات. عندي نصوص أخرى سأوضح أنه فيها مشكلة، لكن حتى فكرة مثلا أقر الزواج بالكتابيات، ماذا عن أقر؟ يعني وكأنه شيء إيجابي ينبغي أن أشكر المسلم عليه أنه يتزوج مسيحية، شكرا على يعني سماحتك وشكرا على أخلاقك العالية أنك ستتزوج مسيحية. هذا يعني عيب أننا في القرن 21 ونستشهد بزواج شخص ببنت على أساس أنه من أنواع السماحة. ماذا لو عكست الآية وقلت ماذا لو أراد يهودي مغربي أن يتزوج مسلمة مغربية؟ ماذا لو أراد مسيحي مغربي أن يتزوج مسيحية مغربية؟ هل سيسمح القانون؟ لحد الآن القانون المغربي لا يسمح بهذه الأمور، فكيف نتغنى بسماحة بلداننا وأنها تقبل الآخر في حين أن القانون المغربي يميز بين المواطنين أنفسهم على أساس الدين؟ يسمح للمسلم أن يتزوج اليهودية ولا يسمح لليهودي أن يتزوج المسلمة؟ هل هذا شيء نفتخر به أمام العالم؟ تفضل الأستاذ عصيد. لا، بطبيعة الحال أنا أشرت إلى أن حدود هذا اللقاء هو أنه لم يستطع أن يتخطى العتبة الحاسمة نحو إقرار المساواة في إطار المواطنة. نعم. وبطبيعة الحال لأنه لقاء ضيق على نفسه، واعتبر أنه عليه فقط أن يثبت من داخل المرجعية الدينية، أن يثبت ضرورة حسن معاملات الأقليات. بينما في الحقيقة أن الأقليات في المنظور الديمقراطي الحديث هي أيضا لها حقوق مثل الأغلبية، والديمقراطية هي أن الأقلية والأغلبية متساويان في حقوق المواطنة. هذا هو المنظور الحديث. لكن بطبيعة الحال عندما نعتمد نصوصا دينية فإننا ننسى بأن هناك نصوص أخرى، وهذا هو المشكل. بمعنى لا بد من نظرة شمولية لكي تحكم. صحيح. صحيح. يعني تجد الحل. نعم. وتقنع الناس بضرورة الاحترام. وفقط لأؤكد كلامك أستاذ يعني أحمد عصيد، خليك معي. نجد مثلا في الحديث. نعم. أنا سأعطي بعض الأمثلة وأطلب منك التعليق. يعني الرسالة الملكية تقول أن المرجع الثاني هو سنة جدنا المصطفى. ماذا تقول سنة المصطفى من الجانب الآخر؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لو اعتمدنا سنة المصطفى وهذا في صحيح مسلم لقام كل المسلمين بلعن اليهود والنصارى ليل ونهار، وهذا ما كان يحصل إلى حد قريب في مساجدنا في المغرب، واعتقد ربما لحد الآن. عن أبي هريرة أيضا: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. يعني هذا من أقوال جد الملك المصطفى أيضا لو اتبعنا صحيح مسلم. فإذا علينا كمغاربة لا نبدأ اليهود بالسلام إذا كنا مسلمين، ولا نبدأ النصارى بالسلام، وإذا لقيناهم في شارع أو في زنقة من في الدار البيضاء أن نضطره إلى أضيق الطريق. وهذا ما تم فعله فعلا في تاريخ المغرب. عندما تقرأ الكتب التي تتحدث عن تاريخ اليهود أنه كان فعلا اليهودي يعطي الطريق للمسلم. وعن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع مسلما. هذا أيضا من أقوال المصطفى الذي استشهد أو استشهدت به الرسالة الملكية على أساس أنه نموذج أو مرجع في حقي وحق اليهودي وحق الملحد وحق اللاديني في العيش بكرامة في المغرب. تفضل الأستاذ أحمد عصي.
بالطبع أنا أعتقد بأن مشكلة هذا النوع من القراءة الانتقائية للنصوص هو أنها لا تحل المشاكل المطروحة. فالآيات المتعارضة والأحاديث كذلك المتعارضة تجعلنا أمام مشكلة يعني اعتماد المرجعية اعتماد المرجعية النصية. ففي رأيي ينبغي أن يتحلى المسلمون وخاصة النخب الدينية والدول والطبقة الحاكمة أن يتحلوا بالشجاعة المطلوبة لكي يقولوا أن هناك أمور لها سياقات لها سياقات محددة لم تعد اليوم انتهت، ومن جهة أخرى أن يتدارسوا النصوص المتعارضة وأن يقولوا هذه النصوص تتطابق مع وضعنا اليوم ومع ما وصلت إليه الحضارة الإنسانية اليوم ومع قيم عصرنا هذا، بينما هذه النصوص لم يعد هناك مجال للعمل بها أو تطبيقها لأنها إما لأنها غير صحيحة مثل بعض الأحاديث مثل الحديث الذي يدعو إلى التضييق على اليهود أو النصارى، ولو ورد في صحيح البخاري أو مسلم أعتقد أن المسلمين عليهم أن يغيروا معيار الحديث الصحيح. ما هو الحديث الصحيح؟ الذي ورد عند البخاري أم الحديث الصحيح هو الذي يتضمن قيمة إنسانية عليا؟ فاليوم جاء الآن الأوان لكي نقول بأن علينا التعامل مع مثل هذه النصوص انطلاقا من روح الدين. وروح الدين هو أن الأديان رسالات ثانية جاءت لخير البشرية ولم تأتي من أجل الظلم ولم تأتي من أجل الاعتداء ولم تأتي من أجل استعباد البشر لصالح الحاكمين أو لصالح أي يعني متغطرس. فهذا هو المبدأ في الدين. إذن علينا أن نكيف كل النصوص مع هذه الروح. للأسف المسلمون لا يفعلون ذلك، فهم يعيشون التناقض الخطير فيأخذون حديثا إيجابيا جدا ثم بعد مدة يأخذون عكسه تماما ولا يجدون أن هناك مشكل بينما هناك مشكل خطير. هل النبي سمح و يعني يتعامل مع الناس بسماحة وبشكل يعني إنساني أم أنه عكس ذلك؟ لا يمكن أن يكون النبي في حالتين متناقضتين. إذن المسلمون عليهم الحسم والحسم في الاختيار لا يمكن أن يكون موفقا إلا في إطار الاتجاه نحو تقوية خليك معي استاذ احمد عصيد. لا عندي سؤالين اخيرين بعد اخذ بعض الاتصالات لو عندك وقت وساعود اليك. خليك معي على الهاتف. ناخذ الاخ جون من اوروبا، تفضل. الو الو، تفضل اخي جون. اخ رشيد اهلا وسهلا. أهلا وسهلا أخ رشيد. إحنا نعرف بعضنا، أنا كنت معك في باريس. مرحبا. مرحبا أخويا. حلقة يعني شيقة جدا. الله يخليك، شكرا. أنا سلمت عليك أخويا. أنا عقل عليك، عقل عليك، عقلت عليك مزيان لما تعطي التفاصيل. عقلت عليك مزيان. أوكي. اوكي خويا رشيد، بصراحه انا دائما كنت نص ساعه وانا كنت سنة في التليفون. صح، اسمح لي اسمح لي هاد القضيه. ماشي مشكل. ماشي مشكل. هذه حلقه يعني عظيمه جدا. الله يخليك. وكنا يعني كنا نشكر الاخ احمد عصيد. نعم، هذا اخونا الامازيغي على مشكلتنا احنا المغاربة. يعني اخويا رشيد مشكلتك انت مش بحال المشكلة ديالي انا. نعم خلي اسمعني فقط من التليفون ماشي من التلفزيون لانه هناك تأخير في وصول الصوت. لا ما عندي تلفزيون، انترنت. اوكي. انا وقف. وقف الانترنت. اوكي وقفت. اوكي اخويا رشيد، بصراحة احنا عندنا نفس المشكلة، احنا المغاربة اللي امننا بالمسيح. شنو هو المصير ديالنا يعني؟ هذا المؤتمر شنو كيبغي؟ لا يذكرنا، يتجاهلنا هذا المؤتمر.
أنت عندك الحمد لله أنت التاريخ يذكرك، أما أنا التاريخ ما يذكرني. يعني أنا أتكلم باسم الكثير من المسيحيين اللي ليس لهم صوت، ربما يريدون أن يقولوا نفس الشيء، في هناك الكثير منهم يريدون أن يتحدثوا لكن لا أحد يعطيهم أي فرصة للكلام، ولذلك أنا عملت هذه الحلقة حتى تقولوا ما لديكم. بالضبط أخو يا رشيد، بالضبط. نعم. إحنا ما هو مصيرنا في المغرب مثلا ولا هنا في أوروبا؟ ما هو مصيرنا؟ ما عندنا حقوق. يعني أنا أؤمن بالمسيح، ما عندي حق نقول في المغرب أنا أؤمن بالمسيح. ما عندي حق نهائيا. نعم صحيح. صحيح. للأسف. يعني أنت 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 يعني دمك كما كنقولوا إحنا كيف يقولوا بالعربي مهدر ولا دمك مهدر. نعم دمك مهدر. علاش يا صاحبي؟ ليش؟ لأنك آمنت بالمسيح، لأنك تقول الحق، لأنك يعني المسيحيون ليس لديهم حق الاعتناق المسيحية، غير معترف بهم إلى الآن، ليس لهم حق الاجتماع في لأداء عباداتهم. ليس لنا أي حق، ليس لنا أي حق أخويا رشيد، ليس لنا أي حق في المغرب. إحنا دمنا مهدور. نعم، لو اعتمدنا فتوى صادرة عن المجلس العلمي الأعلى لقلت فعلا أن دمنا مهدور، فعلا كما تقول. يعني ما عندنا حقوق في المغرب. شنو احنا مغاربة، احنا مغاربة ونحب بلادنا. ويعني احنا نقدر نعمل من بلادنا احسن من بلاد من هذه البلاد هذه او لا؟ صحيح صحيح صحيح، لكن للأسف لا يريدون الاعتراف، وهناك تجاهل، وهناك شبه وكأنه غير موجودين. يعني نحن نتحدث عن المقيمين وعن الناس اللي جايين من برا، كأن احنا ضد المغرب. احنا مش ضد المغرب، احنا مغاربة يا صاحبي. نعم احنا مغاربة. نعم صحيح، احنا نحب بلادنا. صحيح، نقدر نعمل من بلادنا احسن من هذا اللي كيعملوه المسلمين. نقول احنا أشكرك أخي جان على الاتصال، وأشكرك على هذه المشاركة، وفعلا نشجع المغاربة المسيحيين اتصلوا حتى تعبروا عن صوتكم. هذه أيضا حلقة لكم، لأنه هناك الكثيرين يعني يريدون الإدلاء بأصواتهم أنه لماذا يتم تجاهل المغاربة المسيحيين. يعني هذا حق من حقوقنا. الأخت مغربية تقول، ما أعطتش اسمها، مغربية من فرنسا، تفضلي. سلام المسيح يا أخي رشيد. سلام المسيح، تفضلي أختي. أزولي في اللون على أخي أحمد عصيد. أمازيغية، عجبك الحال أنه أمازيغي طالع يهدر، وأنا العربي ممسكين ولا شنو؟ والله أنا فرحانة جدا جدا، فرحت نعطي الصوت نتاعي أحمد عصيد. نعم كنتبعوه بزاف في الانترنت، قولوه عندك بزاف الناس يتبعك. نعم. لأن أنت فارس أمازيغ أحرار. نعم. تدا مخك يجلس بقرن أحمد أمازيغ، أنا شت مازيغت. مزيان. أعتقد أن الأستاذ أحمد يسمعك. عندي سؤال لك أخي رشيد. كما أخي يتصل بعد قليل. عنده الحق، ما عندناش حق في حقنا الصوت نتاعنا في المغرب. لماذا ما عندناش حق؟ لماذا؟ هذه ماشي حق. نعم. في هذه حق نتاع الله يكون pour tout le monde. صحيح. سي با النص عندهم الحق، النص ما عندهمش الحق. صحيح. هذه الله كل شيء هذا الواد يمشي الله. صحيح. خليوني نعبدو كيما بغيت. لا اخي.
نعم للاسف للاسف احنا بغينا المغرب ديالنا يكون حسن، بغينا نكونوا مثال، بغينا نكونوا قدوه، لكن للاسف الان كل هذه امور ترقيعيه احيانا فقط يعني ليس لها اي فعل مفعول في التغيير الداخلي، هي مجرد صور ومجرد يعني شيء اعلامي لحد الآن. يعني ما فائدة أنه نتكلم عن حقوق الأقليات وإحنا في داخل المغرب هناك فئة كبيرة يتم تغييبها إطلاقا وكأنه لا وجود لها؟ ولكن أخي رشيد هذه أن بزاف الناس يخطروا الدين المسيح ولكن ما يقدروش يقولوه باسكو خايفين. انا اعرف تصلني الاف الرسائل من مغاربه اعتنقوا المسيحيه او تركوا الاسلام من داخل المغرب، الاف يعني. تعرفي يا اخي رشيد اننا عرفنا بزاف الناس خليهم تشوفوهم علاش خايفين علاه ويش كلشي يدعي الله وخليوني نعيش معاكم تعيشوا معانا ديروا اليد في اليد. صحيح صحيح. شكرا أختي على هذا الاتصال. أختي حفيظة أيضا تفضلي. سلام المسيح أخ رشيد. أختي حفيظة سلام المسيح. زلف أستاذ أحمد عصيد وتحفظ ربي ويعلوش النفس لأنه توا من سوس. ونعم أخي رشيد انعقد في مراكش مؤتمر حقوق الأقليات ولكن ما يتعلق بالمغرب الأقليات هي فقط الديانة اليهودية ولا يتحدثون على المغاربة المسيحيين الذين تركوا الإسلام حتى في الحوارات الإعلامية. نعم. أنا أظن المقصود من هذه الحوارات كلها بعد الإرهاب والتطرف الذي ساد الدول الإسلامية وعدم الاستقرار هذا المؤتمر يريد تلميع الإسلام بالتعايش والوسطية وقرب الآخر. نعم. ولكن أنا مع الأسف لم يتطرقوا لحرية العقيدة. صحيح. وهم يدركون ان لم يتطرقوا لحريه العقيده وهم يدركون ان في تزايد في الالحاد واعتناق المسيحيه ويخشون على على على, على, على الاسلام. حتى الاعلام حتى الاعلام الموجود داخل البلد يتجنب هذه الامور. انا بعثت رساله تعليق على الرسالة الملكية بعثتها لجرائد وإلكترونية وحتى ورقية ولا أحد تجرأ على نشرها. لماذا؟ لأنه لأسباب كثيرة، لكن حتى الإعلام تعتيم كامل عن هذا الأمر. أيوة تعتيم كامل. سي دوماج لأن الأقليات المسيحية مثلا في المغرب كالفرنسيين والأوروبيين أصلا لا يحتاجون حماية، جنسيته الفرنسي يذهب إلى القنصلية يعني جنسيته تحميه. ولا هو الجنسية أصلا حماية وما حماية، هو حر، هو عنده حرية أكثر من المغربي اللي اعتنق المسيحية مثلا يعيش في المغرب. هو مقموع مسكين، هذاك هو اللي خصو هذاك سميتو هذاك الحقوق ديال الاقليات هو. اما الاجنبي راه يصوصو فهمتي. نعم. واما اقامه الشريعه في حد ذاتها اخويا هي كارثه على البشر. انظر ما تقوم به داعش من اجرام. نعم. ضد الاقليات. انا في رايي ما هو التسامح اذا؟ نعم فهمتي. من حقك تتساءلين، وانا اعتقد انه حان الوقت انه المغاربه المسيحيون يبعثوا برقيات، يبعثوا رسائل، يبعثوا ايميلات للقنصليات المغربيه الموجوده في الخارج، والذين في الداخل ايضا يحاولوا بعض اعذوره لانه يعني يخافون من تبعيات يعني خروجهم للعلن، لكن ممكن ان تبعثوا ايضا ايميلات للوزارات المعنية وحتى للقنصليات حتى الناس تعرف، لأنه لا إذا الحقوق تؤخذ ولا تعطى. أيوة سيفغي. فأشكرك أخت حفيظة. هناك الأخ زيد من المغرب. أخ زيد تفضل. أهلا بك أخ رشيد. أهلا تفضل أخي زيد. أشكرك جدا أخ رشيد على هذه الحلقات. العفو. أخ رشيد المشكلة في ما تتحدث عنه الآن. نعم. المشكلة هو ليست في شخص الملك.
وإنما المشكلة في المجلس العلمي بالذات وبعض الشيوخ السلفية المتطرفين طبعا. المشكلة هو أن السياسة المعتمدة في سواء ما في كل المؤسسات الدينية في العالم العربي هو أن تستظل تحت ظلال الإسلام. لا بأس نطور، لا بأس نزور، لا بأس، ولكن تحت ظلال الإسلام. هذا ما أشار إليه أخ عصيف قبل قليل، وهو ليع أعناق النصوص. وقد حاول حاصيد للأسف الشديد أن يهرب مع الأسئلة التي وجهتها له، لا أعرف لماذا هذا الخوف. المشكلة حتى العلمانيين والليبراليين داخل المغرب ينافقون ولا يجرؤون على الكلام، لا يجرؤون على الكلام أن يقولوا أن الإسلام فيه عنف ولا يعتقد الآخر مثلا، ولكن يحاولون أن ينجدون الفقهاء أن يغمروا الإسلام وأن يطوروا الإسلام ليتبشى مع العصر. فإذا استعصى الإسلام على ماذا نفعل؟ هذا هو المشكل الأساسي. المشكلة هو أن الأزهر يريد أن يخدم مبادرة تتوجه له دعوات للتزوير لتنقيح، لكن وإذا استعصى الإسلام؟ وإذا استعصى الإسلام على التزوير وعلى التنقيح ماذا نفعل؟ إذا في نظرك أنه حتى كثر، أنا أعرف أصدقاء كثر مثلا، أعرف أصدقاء كثر مرشدين لكن لا يستطيع أن يتكلم. طلاب جامعات لكن لا يستطيع أن يتكلم، قصير دارده مختبعة قصير يعاند على الأقل كما حدث الأخ الأمازيغي قبل أيام. أشكرك، هذا هو المشكل. أشكرك أخي زيد. أشكرك أخي زيد. خلينا نأخذ أيضا أخ عبد الهادي من فرنسا، تفضل. مغربي من فرنسا. سلام المسيح لك أخي رفيد. سلام المسيح أخ عبد الهادي، تفضل. سيدي أنا أخويا لبس عليك. الحمد لله الحمد لله. وسنين وأنا كنتمنى بس نهضر معك. ها هو المهرجة. أنا والله إذا ما لا يجب أن أقسم، أنا عابر يعني من 3 سنوات ويعني. مرحبا بك سيدي. سمع كل حلقة مهمة أنا أتابعها، لكن نعم، ما تعليقك على موضوع هذه الحلقة؟ رائع سنين على سنين. الله يخليك، شكرا. قلت واحد كلام مفيد جدا. قلت أن المجلس العلمي الأعلى للمغرب أفتافت وفدر الدم. نعم. وكيف يمكن أن يقول المغرب للعالم أنا أحارب إرهاب وفتوه إرهابية؟ يعني تناقض. نعم صحيح 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 صحيح، تناقض. فتوه إرهابية يعني محكمة الدولية لا تكون مسرورة عليهم. أنا أحب كل المغاربة مالكا حكومة شعبا علماء، لأن نحن كمسيحيين نحب الكل. صحيح. لكن عليهم أن يفهموا أنهم تورطوا بتلك الفتوى مع الجالية الدولية. إن قمنا نحن المسيحيين المغاربة راه قضية للدعوة، نحن لا نعمل هذا، لأن احنا أمورنا للمسيح. أخويا كيطيحوا غير وحدهم. اللي دار شي راه غادي يدي عليه الحساب. حنا ناس مسالمين. المغاربيين ما فهمتش. نعم، فإذا في نظرك أنه المجلس الأعلى متورط، لأنه كيف نقدم صورة أننا ندافع عن حقوق الأقليات ونحن أصدرنا منذ سنوات فتوى بقتل المرتد؟ الفيترينة وهي فقط كلام، الظاهر شيء والباطن شيء. أنا والسنة يا وعاب وأنا عايز 30 عام قريب هنا إلى غير ذلك. نعم فرنسا نستغل بها، وصراحة أفتخر بك. الله يخليك، بارك الله فيك، وأفتخر بك الحياة. شكرا. وتمنيت يا أخويا لو نلقاك، وكان دعي المسيح في نهار تلقى أنا وياك. ماك على الرأس العين، أنا غادي يكون لي الشرف. الأخ عصير كنشكرو بزاف، يعني طب بطب حتى، والأخ الدكتور مهدي مجدي خليل كنسلم عليهم كاملين. مو بالله، أشكرك.
أقول عليك إلى مرة إلى فرصة قادمة إن شاء الله. أشكرك أشكرك أستاذ عصيد. عودة لك، أثيرت أثناء المكالمات فكرة الفتوى التي أصدرها المجلس العلمي بخصوص قتل المرتد التي لم يتم الاعتذار عليها علنا يعني بشكل رسمي وإبطالها إبطالا تاما، بل تم يعني المراوغة في تجنب تبعيات الفتوى. كيف نقدم للناس، نحن بلد يرعى حقوق الأقليات وفي نفس الوقت نحن أصدرنا منذ سنوات فتوى مثل هذه؟ هو هذه الفتوى التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى في ذلك الوقت كانت بطلب من وزير الأوقاف الذي طلب رأي المجلس العلمي الأعلى، وليس فتوى، طلب رأيا. وفي ذلك الوقت كان المغرب قد وقع وصادق على يعني اتفاقيات على مرجعيات دولية لحقوق الإنسان تفيد احترام حرية المعتقد. وعندما أصدر المجلس العلمي الأعلى ذلك الرأي المخجل ظهرت الدولة بوجهين، وجه يصادق ويوقع على اتفاقيات ومجلس رسمي للفقهاء يقول بالعكس، وهذا في الواقع يدل على مدى الارتباك الذي تعيشه الدولة في مرحلة انتقالية نحو الديمقراطية. نحن بحاجة إلى الحسم القطعي والنهائي في اختيار الديمقراطية واختيار المواطنة وأسسها الكونية واختيار حقوق الإنسان، عوض أن نبقى نلعب على الحبلين. والغريب في رأي المجلس العلمي الأعلى هو أنه لم يأخذ بعين الاعتبار إطلاقا التزامات الدولة المغربية، كما أنه لم يعتبر السياقات. مثلا حد الردة له سياق، وهو أنه كان يربط تغيير الدين بالخيانة السياسية، لأن الولاء للدولة كان يمر عبر الولاء للدين، هذا لم يعد موجودا. الفقهاء لم يشغلوا عقولهم على الإطلاق، بل اعتمدوا الفقه التراثي التقليدي كما هو، وقاموا بنقل عبارة من التراث وقدموها لوزير الأوقاف بدون أي عمل عقلي، وهذا شيء مخجل. وقد كان الرد الملكي لم يتأخر في أسبوع فقط، حيث كان الملك يؤدي صلاته بأسفي في أسفي في مسجد بأسفي، فألقى يعني الفقيه في يعني أمامه خطبة تفيد العكس تماما من موقف المجلس العلمي الأعلى، واعتبر الناس أن هذا رد ملكي على المجلس. لأنه نريد الصراحة، لا نريد يعني نريد قراءات، نحن نريد الصراحة. لماذا لا يكون لديهم الشجاعة أن يقولوا لا يوجد حد الردة إطلاقا؟ يعني المطلوب هو الحسم، المطلوب هو الحسم واختيار الحرية. إذا كان أصحاب المرجعية الدينية يعتبرون أن الإسلام هو دين حرية، فعليهم أن يكرسوا ذلك في مواقفهم وفي رؤاهم وسياساتهم. أن نقول إن الإسلام دين الحرية وأن نكرس سياسة قمعية للحريات، هذا لا يجوز، ينبغي الحسم. فهذا الاضطراب هو من يعني يدل على يعني ضعف التيار وحافظ وعدم قدرته على استيعاب قيم العصر، وعدم قدرته أيضا على الاجتهاد من داخل المرجعية الدينية نفسها. وبطبيعة الحال سوف تجد بأن هناك تيار محافظ في المجتمع خارج المؤسسات أيضا يكرس نفس الأفكار وينشرها في المجتمع، وسوف تجد نظاما تربويا أيضا لم يحسم هو نفسه، وما زال يربي الأجيال تلو الأجيال على معطيات لم تعد تناسب عصرنا. هل من الضروري مثلا أن ندرس في التربية الإسلامية بأن الإسلام هو أصح الأديان وأن الديانات الأخرى كلها محرفة ومزيفة؟ إذا كان هذا يدرس في المدارس، كيف نريد أن نخلق احترام الأقليات الدينية في العالم الإسلامي كما ينص على ذلك إعلان مراكش؟ ورغم ذلك وردت في الإعلان هذه المسألة مراجعة المناهج، وردت فقرة تقول مراجعة المناهج والمضامين الدراسية التي تحث على الكراهية أو تدعو إلى كذا، وهذا معطى ينبغي أن ينفذ، ولكن من سينفذه؟ هل ستنفذه السعودية؟
السعودية نظامها التربوي يقوم على أساس فكرة الجهاد، وتقول هذه المرجعية الجهاد قائم إلى يوم القيامة. صحيح صحيح. ثم يضيفون وينبغي نصر الإسلام بكل الوسائل، ولم يضيفوا السلمية، قالوا نصر الإسلام بكل الوسائل. هذا النظام التربوي السعودي. فكيف يمكن للسعودية التي حضر فقهاؤها في لقاء مراكش أن تلتزم في هذه المضامين؟ نعم أنا 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 يعني نعم أنا أريد أن أقرأ أجزاء في الواقع. نعم. يعني إعلانا هكذا. أريد أن أقرأ أيضا من الرسالة الملكية بعض المقتطفات لما ذكر القرآن والسنة. ثم تقول الرسالة الملكية: ومن هذين الأصلين القرآن والسنة استنبط المسلمون نظام الشريعة التي أطرت أحكامها تصرفات المسلمين مع غيرهم من أهل الأديان، وعلى أساس هذه الأحكام تمتعت الأقليات. اسمعوا جيدا، تمتعت يعني كانت يعني الأقليات الدينية في الدولة الإسلامية تتمتع على نطاق واسع، يعني حتى لو ما قالوش مؤقتا بعض المرات، لا لا، على نطاق واسع بالحقوق وحماية الأنفس والأعراض، وتمتعوا على الخصوص بحق ممارسة الدين وما يتبع ذلك من ممارسة طقوسهم والعمل بمقتضيات شرائعهم. كل ذلك كان تفعيلا لما يقرره الإسلام من المساواة بين المسلم وغير المسلم في صيانة حرمات الأنفس والأموال. لم يتم الاعتذار ولا بنقطة واحدة عما حصل في التاريخ الإسلامي. فبالنسبة لمن كتب الرسالة الملكية، لأن هناك أناس يكتبون للرؤساء والملوك، يكتبون الخطابات والرسائل، والرسالة لم تعتذر إطلاقا على نقطة واحدة في التاريخ الإسلامي. كل ما قالت أنه القرآن والسنة وبناء عليهما تمتعت الأقليات. فإذا كانت الأقليات تمتعت بحقوقها، لماذا الحاجة إلى هذا المؤتمر إذن؟ انتهت القضية. يعني هل نقوم بمؤتمر من أجل أقليات مستمتعة أصلا بحقوقها في البلدان الإسلامية؟ فمتناقض، سكيزوفرينيا. ثم تأتي الرسالة وتقول: لقد عرف تاريخ المغرب نموذجا حضاريا متميزا. على فكرة الكثير من المغاربة لحد الآن يصدقون هذا الأمر في مجال تساكن وتفاعل المسلمين مع أهل الديانات الأخرى، ولا سيما اليهود والنصارى. أنا عندي كتب الآن، سأقوم بحلقة خاصة عن تاريخ اليهود في المغرب في المستقبل، لكن الآن سأعرض يعني مقتطفات هذا كتاب، يعني اليهود في المغرب الإسلامي خلال القرنين السابع والثامن الهجري، للدكتورة فاطمة أبو عمامة جزائرية، لمن يريد أن يقتني هذا الكتاب. يقول من بين الأشياء، يعني هناك أشياء كثيرة، فقط للاستدلال على أن هذا أسطورة، فرض على اليهود لأول مرة في تاريخ المغرب الإسلامي زي خاص في عهد الموحدين، وذلك في عهد أبي يوسف المنصور، كما جاء في كتاب رياض النفوس للمالكي، خبر غريب اتخذه القاضي عبد الله بن طالب المالكي، وهو تلميذ سحنون المالكي أيضا، والذي تولى القضاء مرتين، ومذهب المغرب مذهب مالكي، الذي تولى القضاء مرتين في القيروان ضد اليهود، وهو جعل على أكتاف اليهود والنصارى رقاعا بيضاء في كل رقعة منها قرد وخنزير، وجعل على أبواب دورهم ألواحا مسمرة في الأبواب مصور فيها قردة، على أبواب اليهود والنصارى. هذا المغرب الذي عاشوا فيه عيشة يعني يحسدهم عليها الناس. ثم يقول أن الخليفة عبد المؤمن بن علي بعد دخوله درعا وسوس قام بالقضاء على الجماعات اليهودية، ثم دخل سجل ماسة وقضى على أهم مراكز الثقافة اليهودية، كما أعدم حوالي 150 يهودي من الذين رفضوا الدخول في الإسلام بعد أن أسلمت جماعة يهودية على رأسها الحبر يوسف بن عمرام،
وفي سنة 1146 ميلادية اللي هي 540 هجرية شن الموحدون حملة ضد يهود تلمسان ومراكش وفاس وقضوا على الجماعات اليهودية القاطنة بسبتة ومكناس عام 1148. هناك كتب كثيرة، كتب كثيرة. هناك كتاب كتبه يهودي مويز رحماني، موسى رحماني، غوفيجي جويف دي بيز أغاب، موجود كمان لمن يريد أن يقتني هذا الكتاب القيم الذي يحكي على لسان واحد يهودي بالوثائق وبكل شيء يحكي تاريخ اليهود. يقول مثلا، أنا سأقتبس بعض الاقتباسات، يقول أن الموحدين أعطوا الخيار لليهود وللمسيحيين بين الإسلام والسيف في المغرب. المنصور مثلا فرض عليهم لا شكلة، وهي قطعة التي تحدثنا عنها، والمأمون ذبح كل يهود مراكش تقريبا سنة 1232. أيضا عندما قامت الثورة على عبد الحق المريني في 1435 تم قتل اليهود. لجويف دو مغادوغ، يهود الصويرة وتطوان، رفضوا أن يعطوا قرضا أو يعني يعطوا قرض دين لابن السلطان مولاي اليزيد وهو من الأسرة العلوية. فلما حكم سنة 1790 انتقم بشدة من يهود المملكة المغربية وقام باغتصابهم وتعذيبهم وقتلهم، وحتى يعني لدرجة أنه علق كل الذين يشتغلون في مناصب حكومية، علقهم من أرجلهم أمام باب مكناس لمدة 15 يوم حتى ماتوا تعليقاً. هذا المولاي يزيد جد الملك الحالي، أحد أجداده من الأسرة العلوية. في 1907 لجويف سو مساكري كازابلانكا تم ذبح اليهود في الدار البيضاء، تم خطف النساء. في حتى 1912 كان ممنوع على اليهودي أن يترك الملاح الحي اليهودي دو بحذاء، عندما يخرج من الملاح لازم ينبغي أن يزيل الحذاء. في 1948 تم الهجوم على يهود في جرادة ووجدة. 1953 أيضا لسيناغوغ بغولي، يعني دور العبادة اليهودية تم حرقها. كل هذه الأمور نحن نريد أن نبيع صورة خاطئة عن تاريخ اليهود. هناك كتاب رائع اسمه دديمي لبيت يور، كاتبة يهودية، من أهم الكتب لمن يريد أن يقرأ هذا الكتاب، من أهم الكتب في تاريخ اليهود والنصارى في البلدان الإسلامية، كتاب يلخص معاناة اليهود والمسيحيين. فإذا الحديث عن تاريخ نموذجي حضاري هو من باب بيع صورة مزيفة، ومن باب بيع الأسطورة. لم يعيش اليهود المغاربة عيشة جيدة في المغرب، وإلا أقول مثل المغربي، المش ما يهربش من دار العرس. لو كان اليهود يعيشون عيشة جيدة لما تركوا المغرب، ولهم الآن ببضع مئات في المغرب كما قلت في بداية الحلقة. أيضا تحدثت الرسالة على الخلفاء، درجة خلفاء الرسول من بعدهم على هذا النهج القويم، فحتى الجزية التي كان قدرها في الغالب أقل من الزكاة المفروضة على المسلمين أعفى منها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب من لا يقدر على دفعها، بل أدخل هؤلاء المحتاجين في من يحق لهم الانتفاع من الزكاة. ومن أعمال هذا الخليفة أنه أعطى لليهود والنصارى العهود على حماية معابدهم وأموالهم، وعلى عدم إكراه أحد منهم على التخلي عن دينه، امتثالا لقوله تعالى لا إكراه في الدين. وله قولته الشهيرة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. قبل أن أعلق على عمر بن الخطاب والاستشهاد به
وضرب المثل به على أساس أنه شخص عادل، وهي من الأكاذيب التي تعلمناها، مقولة ما استعبدتم الناس أحرارا لا تصح عن عمر بن الخطاب لأن سندها منقطع، يرفضها المحدثون، لا تصح إطلاقا. ونحن في المدرسة ما استعبدتم. وأرجو من الذين يكتبون الخطاب الملكي، لقد أخجلتم الملك مرارا وتكرارا تكتبون له أقوالا مغلوطة من حديث اللهم كتر حسادنا، الذي هو ليس بحديث، لا حديث ضعيف ولا صحيح ولا أي شيء، لا ينطبق عليه أي يعني تصنيف من تصنيفات الحديث، لا وجود له أصلا. وكتب في خطاب ملكي ولم يعترض أي واحد من فقهاء حتى من السلفيين، يعني لم يعترضوا لأن الملك قال هذا الحديث ينبغي أن يكون الحديث. ولو يعني اللهم يعني اسكتوا أحسن لهم، كفاكم يعني تخجيلا لهذه، لأنه صرنا نخجل من هذه الأمور. مقولة مثل هذه لا تصح إطلاقا، لم تصح عن عمر بن الخطاب. ثم كيف نفتخر بالجزية، في نفتخر في خطاب ملكي بالجزية على أساس أنها عمل عادل، والآية فيها تقول يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب طبقوها في المغرب، خلوا النصارى يدفعوا الجزية وهم صاغرون. هل تستطيع أي دولة أن تفتخر بأنها دولة تفرض نوعين من الضرائب على مواطنيها بناء على الدين، واحد يدفع 2.5% وواحد يدفع قدر معين على كل راس في البيت، واحد يدفع 2.5% وهي مقدار الزكاة على ما فضل من حاجياته ودار عليه الحول، وواحد يدفع على كل راس ذكر يدفع عليه مقدار معين كان دينار وقتها وبعض الأحيان جعل دينارين، هذا شيء نفتخر به ولا زالت الرسالة تفتخر به. أستاذ عصيد، ما رأيك أنه في كل ما ذكرت أنه هناك افتخار بتاريخ الخلفاء، هناك افتخار بالتاريخ الإسلامي، مع العلم أن عمر بن الخطاب هو الذي سن العهدة العمرية المخجلة التي تلزم المسيحيين والنصارى واليهود بلبس زي مخالف، بأن لا يقرعوا أجراسهم، بأن يستضيفوا المسلمين 3 أيام في بيوتهم في كنائسهم، أن يقوموا لهم من المجالس، كل هذه الأمور، ويتم الافتخار بها في رسالة ملكية المفروض أنها تعتني بالأقليات الدينية، ما رأيك؟ هو ما حدث فيما يتعلق بالعهدة العمرية هو أنه تم انتقاء يعني بعض العناصر فيها والتعريف بها في المدارس، ولكن تم إخفاء عناصر أخرى. تم التعريف بالتزامات عمر، أي أنه أقر المسيحيين على كنائسهم وعلى ديانتهم وكذا إلى غير ذلك، ولكن لم يقل للناس التزامات المسيحيين، بمعنى أنهم التزموا أيضا بأشياء كثيرة هي اليوم من قبيل الميز. ولهذا نعتبر أن عدل عمر بن الخطاب هو عدل نسبي يرتبط بتاريخه وبسياقه وبمرحلته. في ذلك الزمان كانت أمور تعتبر عدلا لكنها اليوم لم تعد كذلك، في ذلك الزمان كانت أمور تعتبر ظلما بينما اليوم تعتبر من حقوق الناس. يعني أعتقد أن هذه أمور كلها نسبية. فعلا ما يسمى بأحكام أهل الذمة عند المسلمين قامت على مرجعية العهدة العمرية، لأن الكثير مما جاء في هذه العهدة، ويمكن للقارئ أن يقرأها في السنن، كتاب السنن للبيهقي، أو في كثير من المراجع النسخة الكاملة لها، سوف نجد بأن طريقة التعامل مع اليهود والنصارى دشنت مع تلك العهدة وبقيت في التشريعات التي جاءت فيما بعد، ومنها أن المسيحيين يمكنهم أداء الصلوات في كنائسهم لكن ليس لهم الحق أن يرمموا الكنائس المتهالكة، وليس لهم الحق أن يبنوا كنائس جديدة، وليس لهم الحق أن يركبوا الخيول بل فقط الحمير والبغال، وعليهم جز نواصيهم أي قطع شعرهم من مقدمة الرأس، ولبس لباس يميزهم
وأيضا صباغة أبواب بيوتهم باللون الأغبر. اللون الأغبر صحيح. وليس الألوان الزاهية التي يمكن أن يستعملها غيرهم من المسلمين. وأيضا من ليس من حقهم أن يخرجوا متمنطقين بالسيوف، بل المسلمون وحدهم من يخرجون مسلحين، وأهل الدمة ليس من حقهم حمل السلاح. وأشياء كثيرة. على كل حال هي اليوم تعتبر تمييزا، تعتبر تمييزا. ولهذا قلت وأنا أعقب على إعلان مراكش بأن أحكام أهل الدمة كانت في الواقع تقوم على فكرة القوة والغلبة، ولم تكن تقوم على فكرة المساواة في الحقوق والواجبات. اليوم نحن ملزمون باحترام المواطن في حقوقه الأساسية وواجباته، ولا يمكن العودة إلى الوراء أو الحديث عن يعني ما كان معمولا به في السابق. بطبيعة الحال عبارات الافتخار التي ترد في بعض التصريحات أو المواقف هنا وهناك حول الماضي الإسلامي الإيجابي في معاملة يعني أهل الدمة، هي عبارات تغيب النصوص التاريخية. نعم. وتغيب التفاصيل. ماذا عن الإعلان؟ تركز فقط على بعض الأحداث الجزئية. نعم أستاذ عصيد، بواقعة مع هذا الصحابي أو ذاك أو كذا، وهذا لا يكفي، لأن الأساسي بالنسبة لي هو النظر إلى النظام العام. صحيح. صحيح. وليس إلى بعض السلوكات من بعض الأفراد. نعم أستاذ عصيد، لأنه الوقت قرب من النهاية، هناك نقطة لازم أذكرها الآن، أنه الإعلان النهائي أو البيان الختامي الذي سمي إعلان مراكش جاء فيه أنه صحيفة المدينة هي المرجع الأساسي الذي يؤطر للإعلان، وصحيفة المدينة يعني تم تضخيمها في التراث الإسلامي على أساس أن الدستور هي في الحقيقة اتفاق قبلي بين ولم تعمل لحماية حقوق الأقليات، بل عملت كاتفاق يؤاخي بين المهاجرين والأنصار ويجمع القبائل فقط تحت راية الإسلام. لكن هي صحيفة تميز بين المؤمن والكافر، مثلا أنه لا يقتل مؤمن بكافر، صحيفة يعني لو طبقت اليوم لاعتبرت عنصرية، لكن مع ذلك يقول الإعلان إن مقاصد صحيفة المدينة هي إطار مناسب للدساتير الوطنية في البلدات ذات الأغلبية المسلمة، وينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة ولواحق كإعلان حقوق الإنسان. من بين ما جاء في صحيفة المدينة: ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافر على مؤمن. فهذه الأمور، الافتخار بصحيفة المدينة وجعلها أساس مرجعي لدساتير الدول الإسلامية، ما رأيك فيه؟ أعتقد أن هذا سببه ضيق النظرة التي انطلق منها منظم هذا اللقاء في مراكش. هم ضيقوا على أنفسهم في الوقت الذي كان من الممكن فيه الانطلاق من يعني مرجعية العصر واجتهاد فقهي منفتح في عصرنا. صحيفة المدينة هي في الواقع تسوية ظرفية في المدينة في ذلك الوقت لمرحلة معينة ومحددة. والدليل على ذلك أن شرعيات أهل الدمة نسختها، وأن دولة الخلافة قامت على أمور أخرى ولم تعتمد صحيفة المدينة في أحكام أهل الدمة، بل اعتمدت نصوص أخرى. إذن هذه الصحيفة لو كانت دستورا كان ينبغي أن تعتمدها دولة الخلافة عبر 1400 سنة الماضية، وهذا لم يحدث. فإذن هي كانت تسوية ظرفية. واليوم إذا أردنا أن نحترم الأقلية الدينية علينا أن ننطلق من مفهوم المواطنة الذي تقره دساتير العديد من الدول الإسلامية ومنها المغرب، وأن نقر بمبدأ المساواة الذي هو في الواقع يعني المساواة بغض النظر عن العقيدة أو اللون أو العرق أو النسب العائلي أو اللغة. وأعتقد أنه خارج هذا الإطار العصري اليوم يصعب كثيرا أن نتحدث عن وجود مرجعية ما في الماضي
منصفة بالنسبة للأقليات في يومنا هذا. أشكرك أستاذ أحمد عصيد على المشاركة في هذه الحلقة، أشكركم مشاهدينا، واعتذر لكل الذين لم أستطع أخذ مكالماتهم لأنه كان عندنا أشياء كثيرة نعرضها، وأنا في الحقيقة عرضت نصف المادة التي كانت عندي، لكن على العموم سيكون لي معكم لقاء في الأسبوع القادم، سيكون ضيفنا الأستاذ حامد عبد الصمد في لقاء شيق، فانتظرونا وتابعونا في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.